البيع على الخارطة تركز بشكل كبير في منطقة داون تاون حيث نشهد عليها طلبا مرتفعا، كما شهدنا معدلات طلب مرتفعة في منطقة البالم لمبيعات على الخريطة أيضا. إنها مناطق العقارات الفاخرة التي نشهد عليها طلبا مستمرا لما تحويه من خدمات راقية. أعتقد أن الوقت مناسب للشراء الشخصي ولكن ليس للاستثمار.